بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيزاتي الطالبات، أعزائي الطلبة، يسرني ويسعدني أن ألتقي بكم اليوم مرة أخرى عبر هذا التسجيل الصوتي المرئي، بعدما كانت معظم لقاءاتنا عبارة عن لقاءات مسجلة صوتيا، وذلك من أجل التعرف أولا على الأستاذ المدرس لهذه المادة. فأولا أعرفكم بالاسم، الأستاذة لطيفة بن خير، أستاذة مادة مدخل إلى العلوم القانونية. وكان بودنا كان بودي صراحة أن يكون اليوم لقاء مفتوحا عبر مدرجات هذه الكلية، ولكن شاءت الأقدار أن نحرم جميعا من هذه الإمكانية بسبب الجائحة. وصراحة نعرف جيدا بأن الدراسة عن بعد لا يمكنها أن تعادل الدراسة الحضورية، وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان. اعتدنا كأساتذة أن ندرس في رحاب مدرجات هذه الكلية وعلى التفاعل الإيجابي مع الطلبة داخل الحصص، يعني في إطار طرح التساؤلات وإجابات ومحاولة الإجابة عن كل تساؤلات الطلبة وعن الصعوبات التي يمكن أن تعترضهم حين يعني تفحصهم لمقررات هذه السنة، يعني من خلال طرحهم لأهم الإشكاليات التي تطرح لديهم والإجابة عليها خلال حصص الدرس. لكن نحن مضطرين جميعا أن نتأقلم مع الأوضاع وأن يعني نساير هذه الظرفية وأن نعطي يعني بكل الوسائل الممكنة إمكانية يعني إيصال المعلومة القانونية إلى الطالب حيثما كان. الحمد لله اليوم هناك العديد من الوسائط التي تساعد على هذه الإمكانية، ومن بينها هذه المنصة التي جعلتها المؤسسة لفائدة الطلبة من أجل التواصل مع الأساتذة والتعبير عن يعني كل تساؤلاتهم. التقينا خلال هذه السنة مع مادة مدخل إلى العلوم القانونية عن طريق يعني كما قلت يعني تسجيلات صوتية. تناولنا خلالها مضامين هذه المادة يعني بصفة عامة، وحددنا التأصيل التاريخي لظهور القاعدة القانونية والقانون بصفة عامة، وبينا كيف أن القانون يأتي بعد الجماعة، يعني بعد وجود الجماعة، ويظهر في كنف الجماعة ولخدمة احتياجات الجماعة. وأشرت في محاضرتي التي قسمتها إلى قسمين، طبيعة الحال قسمين كبيرين، القسم الأول يتعلق بالقانون الخاص، والقسم الثاني خصصته للمفاهيم يعني الإطار المفاهيمي للقانون العام. ففي الجزء الأول بطبيعة الحال تحدثت عن المبادئ الأساسية الممهدة للدراسة، كما قلت لكم، للدراسة القانونية بصفة عامة، دون أن أركز على قانون دولة معينة ولا على فرع من فروع القانون. يعني كانت هناك دراسة لمبادئ القاعدة القانونية ولمبادئ يعني القانون بصفة عامة، محاولة من يعني كمحاولة من أجل التعرف على المبادئ الأساسية لمادة القانون بصفة عامة. بحيث تطرقنا خلال هذه المحاضرات إلى تحديد ماهية القاعدة القانونية وبيان خصائصها، ومن خلال يعني الحديث عن خصائص القاعدة القانونية تحدثت عن خاصية أن القاعدة القانونية هي قاعدة غائية، غايتها هي تنظيم العلاقات ما بين الأفراد المجتمع الواحد، غاية أصلا أنها دورها دور تنظيمي، دور يحاول من خلاله يعني من خلال هذه القواعد القانونية يمكن للأفراد أن يحددوا حدود علاقاتهم، بحيث تحدد الواجبات وتحدد الحقوق،
كذلك تحدثنا عن كون هذه القاعدة هي قاعدة اجتماعية، كما قلت أنها قاعدة سلوك، قاعدة اجتماعية، قاعدة ملزمة، قاعدة يعني ملزمة للجميع، عامة، لأنها موجهة إلى كافة المخاطبين بها دون استثناء. وبينت بطبيعة الحال أن حتى وإن كانت هذه القاعدة القانونية محددة من حيث الزمن أو محددة من حيث المكان أو محددة لفئة داخل المجتمع يعني بدواتهم، يعني بصفاتهم لا بدواتهم، كما هو الشأن بالنسبة للقواعد القانونية المنظمة للتجار أو المنظمة لفئة المحامون أو المنظمة لهيئة يعني لهيئة القضاء أو غيرها، يعني من القوانين التي جاءت لتنظم لنا يعني سلوكيات وعلاقات الأفراد داخل مجتمع، يعني سواء كبير أو مجتمع مصغر، مثلا كمثلا هيئة المحامون أو هيئة القضاة. كما بينا أيضا صلة العلاقة القاعدة القانونية بالقواعد الاجتماعية، وبينا أن لهما نفس المهام أو نفس الدور داخل المجتمع، يعني أنها تلعب نفس دور القاعدة، القواعد الاجتماعية تلعب نفس دور القاعدة القانونية، من حيث أنها تجتمع أو تلتقي معها في تنظيم سلوكيات المجتمع. ولكن بينا الاختلافات، فمثلا قواعد الدين التي يكون مصدرها الأصلي هو مصدر يعني إما ساماوي، يعني كما هو الشأن بالنسبة للديانة الإسلامية والمسيحية واليهودية إلى غير ذلك، أو مصدرها يعني غير ساماوي، كما هو بالنسبة للديانة البوذية أو غيرها من الديانات الأخرى. وكيف أن هذه القواعد لأنها تشترك مع القاعدة القانونية في تنظيم سلوكيات الأفراد، يعني في علاقتهم، علاقة بعضهم ببعض، لكن الاختلاف يكمن في علاقة الفرد بنفسه وعلاقته بخالقه. كذلك نفس الشيء بالنسبة لقواعد الأخلاق، وبينا كيف أن لهذه القواعد دور كبير يعني في تأسيس القاعدة القانونية في بعض الأحيان، خاصة في الجزئية المتعلقة بارتباط هذه القواعد بالنظام العام والآداب. وتحدثنا أيضا عن القواعد العادات والمجاملات، وبينا كيف أن لهذه العادات والمجاملات دور كذلك في تحديد سلوكيات الأفراد وتنظيم هذه العلاقات. يبقى كذلك كما قلنا أن هناك اختلافات، أولا من حيث المصدر، وكذلك من حيث الحدود تطبيق هذه القاعدة على مستوى الواقع، ومن حيث كذلك الجزاء، لأن الجزاء في القاعدة القانونية هو جزاء مادي، ولكن في القواعد الأخرى غالبا ما يكون جزاء غير محسوس، يعني جزاء معنويا يتمثل في استنكار الجماعة ورفضهم لسلوكيات الآخر. تعرفنا أيضا من خلال هذه المادة على تقسيمات وأنواع القاعدة القانونية، وبينت لكم خلال المحاضرات السابقة كيف أن هذه التقسيمات تختلف من اختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى هذه القاعدة. فتقسمت هذه القاعدة إلى قواعد داخلية، يعني تهم تنظيم الإطار أو تنظم العلاقات داخل الإطار أو النطاق الترابي الوطني، أو يمكن أن تكون خارجية، يعني تكون تنظم العلاقة الدولة بدول أخرى. كما بينت لكم أيضا أن هذه القاعدة يمكن أن تكون قاعدة تقسم إلى قاعدة عامة وخاصة، وذلك ارتباطا بصفة الأشخاص المخاطبين بها. كما بينا أيضا أهمية هذه من خلال هذا التقسيم، يعني تقسيم القاعدة القانونية إلى قواعد آمرة، يعني تتضمن الأوامر والنواهي،
وقواعد مكملة مفسرة يمكن فيها لإرادة الأفراد أن تتدخل لتغيبها وعدم استعمالها. ومن خلال كذلك المحاضرات الصوتية التي سبقها وأن أرسلتها لكم عبر منصة الكلية، تحدثنا كذلك عن أنواع القاعدة القانونية، وبينا يعني وفروع هذه القاعدة القانونية إلى فروع قانون عام وفروع قانون خاص، وبينت يعني مجمل هذه الفروع أو المواد التي تدخل في كل فرع. ومن خلال أيضا هذه المحاضرات تحدثنا عن الأحداث والوقائع التي ساهمت في تكريس تقسيم القاعدة القانونية إلى قاعدة عامة وقاعدة خاصة، ويعني كان يعني قد بينا أو حددناها في ثلاث أحداث ووقائع هامة، من بينها استعمال الازدواجية في القضاء، وكذلك التدريس داخل الجامعات الفرنسية، وكيف أنه تم اعتماد التخصص يعني تخصص قانون عام وقانون خاص من خلال يعني اهتمامات الأساتذة بفرع أو بنوع من أنواع أو بمادة من المواد والتي تدخل في إطار القانون الخاص أو القانون العام، ومحاولة الاهتمام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بها، ومنها يعني تمكن يعني الأفراد من الاختيار يعني اختيار الفرع المتعلق بالقانون الخاص أو المتعلق بالقانون العام، وهذا التقسيم الذي أصبح متداولا فيما بعد في مختلف الجامعات العالمية. ثم يعني تحدثنا عن يعني من غير هذا يعني الوقائع والأحداث، بينا أيضا مصادر القاعدة القانونية وكيف أن هذه المصادر ساهمت في تكوين هذه الأخيرة، من بينها مصادر رسمية كتشريع، وبينا بطبيعة الحال أعطيتكم يعني دور التشريع في يعني وضع القاعدة القانونية، وبينت المراحل التي يمر منها التشريع، من أولا من مرحلة الاقتراح مرورا بمرحلة التصويت، ثم مرحلة الاقتراح والدراسة فالتصويت والمصادقة، ثم في الأخير النشر. وبالطبع بينت الأجهزة المكلفة بالتشريع يعني التي تعتبر هي الأجهزة أو السلطات المكلفة بالتشريع، وأيضا التي منها بطبيعة الحال السلطة التشريعية التي تتمثل أولا في البرلمان، وأيضا بالنسبة للسلطة التنفيذية والتنظيمية، ومتى يمكن أن تتدخل هذه الأخيرة لتساهم في وضع بعض يعني القواعد القانونية أيضا. وبينت الحالات بكل دقة من خلال الفصول التي جاء بها الدستور المغربي لسنة 2011. كذلك تحدثنا عن العرف ودوره كذلك في ومساهمته في وضع القاعدة القانونية، والعادات الاتفاقية، ومررنا على قواعد الطبيعة أو مبادئ الطبيعة وقواعد العدالة والاتفاقيات والمعاهدات ك يعني مصادر رسمية ساهمت إلى أو إلى حد كبير في وضع القوانين يعني أو القواعد القانونية والقوانين الوضعية لكل دولة. وعرجنا على المصادر المفسرة كالقضاء والفقه، وبينا من خلال هذه المحاضرة الصوتية أهمية أو دور هذين المصدرين من خلال يعني
الأدوار التي يلعبونها سواء بالنسبة للقضاء، يعني الأحكام والقرارات الصادرة عنهم والاجتهادات القضائية، ومن خلال كذلك اجتهادات الفقه يعني في تفسير القواعد القانونية ومحاولة يعني وضع الأصبع على بعض الإشكاليات التي تطرحها بعض النصوص القانونية، وكل هذه يعني النقاشات التي تتم عبر الندوات والأبحاث والمؤلفات التي تصدرها الفقه تكون سبباً يجعل من المشرع يعيد النظر في بعض القواعد القانونية ويحاول مرة أخرى في يعني إما بنسخ القاعدة القديمة ويعني وضع قاعدة جديدة، أو بتفسير القاعدة القديمة وإظهار القصد منها، خاصة إذا كانت هناك قاعدة قانونية تثير الجدل. كذلك تحدثنا خلال هذه المحاضرات عن مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بنطاق تطبيق القاعدة القانونية، وهي إشكالية، أول إشكالية هي إشكالية الاعتذار بجهل القانون، وبينا كيف أن لهذه أن هذا المبدأ كيف أنه لا يمكن الأخذ به في الحالات العادية، وأن الأصل أن كون القاعدة القانونية موجهة إلى كل المخاطبين بها داخل المجتمع، فهذا يفرض أو يؤكد على أنهم بأن الجميع يعتبر بمجرد مرور القاعدة القانونية من يعني مراحلها، يعني الاقتراح كما قلنا والمناقشة والتصويت والمصادقة والنشر بالجريدة الرسمية، ومرور المدة الزمنية المحددة يعني لتنفيذ هذه القاعدة القانونية يفترض علم الجميع بها، وبالتالي يعتبر أن كل يعني من قام بأمر أو يعني تصرف مخالف لمقتضيات هذه القاعدة القانونية قد يعني معرضا للجزاء، بغض النظر إن كان فعليا يعلم بهذه القاعدة أو لا يعلم بها. وقد بينت لكم الأسباب، لأن المشرع عندما يعني حاول أن يعمم تطبيق القاعدة القانونية على كل أفراد المجتمع كما قلت لكم، هو كانت لديه رغبة في يعني خلق نوع من الاستقرار في العلاقات والمعاملات، وكذلك يعني التأكيد على إلزامية القاعدة القانونية، لأنه إذا افترضنا دائما فتح مجال إلى الأفراد بإمكانية الاعتذار بجهلهم للقاعدة القانونية، فإن هذه القاعدة سوف يعني نسحب منها تلك الصفة ديال الإلزامية التي تفترض في القواعد القانونية بصفة عامة. وتحدثنا عن الحالات بطبيعة الحال التي نخرج فيها عن الأصل، والتي تعتبر حالات استثناء، وكما قلنا أن الاستثناء دائما يكون محدود وضيق، بحيث تم تحديد الحالات في حالتين، وهما الحالة الأولى التي يكون فيها يعني الجهل بسبب خارج عن يعني ناتج عن قوة قاهرة، والذي يعني في حالة عدم وصول الجريدة الرسمية إلى مجموعة من الأفراد مثلاً يتواجدون في منطقة جغرافية معينة، إما بسبب الفيضانات أو بسبب الكوارث الطبيعية التي تكون يعني تعتبر بمثابة قوة قاهرة، حالة دون وصول هذه القاعدة القانونية إلى المخاطبين بها، أو الحالة التي يكون فيها عدم نشر القاعدة القانونية بالجريدة الرسمية. وكما سبق وأن أشرت أن لا يمكن أن نحاسب المخاطب بالقاعدة القانونية إذا لم يتم إتمام المراحل التي تمر منها هذه القاعدة، وهي الوصول يعني النشر هذه القاعدة عبر الجريدة الرسمية، ويعني مرور المدة الزمنية لعلم كل أفراد المجتمع بوجودها.
ثم هناك الحالات المرتبطه بالغلط، وتحدثنا عن الحاله يعني حاله الغلط المولد للحقوق، وقلنا بان يعني هذا الغلط سواء كان في القانون يعني غلط في القانون او في يعني في الواقع، فكلاهما يجعلان يعتبران يعني استثناء يمكن من خلاله للمخاطب بالقاعده القانونيه أن يدفع بجهله بالقاعدة القانونية. وبينت لكم بعض الأمثلة، مثلا الحالات التي يكون فيها غلط في تفسير القاعدة القانونية من قبل جهاز القضاء، وهذا الغلط يولد حقوقا لفائدة الأفراد، فاستقرارا لهذه المعاملات بطبيعة الحال نجد بأن المشرع المغربي يجعل في حالة هذه الغلط يعني الشائع بطبيعة الحال الذي يولد الحقوق، واشترط بأن يكون يعني شائعا عند عموم الأفراد، وعند يعني بالنسبة في القانون أن يكون مختلف المحاكم يعني أنها تصدر أحكاما يعني مخالفة للصواب أو مخالفة لقصد الشارع عندما يعني وضعت أو منحت حقوقا وفقا لتفسير أو مفهوم خاطئ لنص قانوني معين يعني جاء غامضا أو غير واضح. ثم في الواقع بينا مثلا الغلط في الشخص المتعاقد معه، وهنا بطبيعة الحال الشرط هو أن يكون الباعث الدافع إلى التعاقد هو وجود هذا الغلط، يعني وجود الشخص المعني بالأمر، وفي حالة وجود هناك يعني عدم تبين بأن هذا الشخص ليس هو الشخص المطلوب التعاقد معه، هنا نكون في حالة غلط في الشخص، وبالتالي هذا يؤدي إلى إلغاء التعاقد واعتباره يعني غير قائم وفقا. وهنا بطبيعة الحال نعود إلى في هذه الحالة إلى الاعتذار بجهلي قاعدة الاعتذار بجهلي القانون. فكما تلاحظون أن هذه إشكاليات، ويعني قد أعطيتكم العديد يعني من الأمثلة والعديد من الأمور المتعلقة بهذه الإشكالية، وتطرحنا أيضا إشكالية تطبيق القاعدة القانونية بأثر رجعي، وبينتها هذه عندما تحدثنا عن إلغاء القاعدة القانونية ويعني أو نسخ القاعدة القانونية وتعويضها بقاعدة جديدة، وبينت كيف أن القاعدة الجديدة تصبح سارية المفعول في المستقبل وبمجرد مرورها بالمراحل السابقة الذكر، فهي تصبح سارية المفعول ابتداء من ذلك التاريخ، وتلغي تلغي القاعدة السابقة لها. لكن تحدثنا عن الإشكالية التي تطرح فيما يخص هذه النقطة بالضبط، تحدثنا عن يعني الالتزامات والتصرفات يعني الناتجة في ظل القاعدة الملغاة، فهل يمكن أن يعني نطبق القاعدة الجديدة وعلى هذه التصرفات التي يعني سبق يعني اعتمادها وفقا لقواعد تم إلغاؤها؟ وبينت لكم بأنه لا يمكن احتراما أو محاولة لضمان استقرار المعاملات، فإن القاعدة القانونية لا يمكن أن تطبق بأثر رجعي وإلا في حالات استثنائية يعني تحددها الضرورة بطبيعة الحال أو ينص عليها القانون، ولكن الأصل هو أن كل القواعد الجديدة تطبق ويسري مفعولها في المستقبل، ولكن لا تطبق على بأثر رجعي. وأعطيتكم مثال متعلق بالأهلية عندما تحدثت عن سن الأهلية، بأن التصرفات المبرمة من قبل الأفراد البالغين لسن 18 سنة في إطار قاعدة قانونية سابقة وكانت تعتبر صحيحة ومؤتية لكل آثارها، ولكن عند صدور القاعدة الجديدة التي عدلت سن الرشد القانوني إلى 20 سنة أصبحت هذه يعني هذه القاعدة القانونية كما قلت لكم تسري بأثر يعني يعني في المستقبل، ولا يمكن تطبقها على المعاملات السابقة. ولكن بالنسبة للأفراد الذين يبلغون سن الرشد 18 سنة في عهد القاعدة القديمة يعتبرون وفقا للقواعد الجديدة يعني قاصرين، وبالتالي كل التصرفات التي سوف يبرمونها في المستقبل تعتبر لاغية أو قاصرة
قابلة للإبطال كما قلنا وفقا ل يعني المنفعة الدائرة يعني المصلحة القاصر بطبيعة الحال إن كانت تدور ما بين النفع والضرر، فإن كانت بطبيعة الحال فيها مصلحة للقاصر يمكن للولي الشرعي وللقاضي أن يعني أن يجيزها، فإن كانت فيها مضرة فهي تبطل التعاقد، وهنا حتى وإن كان المتعاقد مع القاصر يعتبر حسن النية لأن هناك تفضيل لمصلحة القاصر على مصلحة المتعاقد حسن النية. تحدثنا أيضا على إشكالية إقليمية وشخصية القوانين، وبينت لكم كيف أن هذا يعني مبدأ إقليمية القوانين أو مبدأ شخصية القوانين فمعناه أن القاعدة القانونية إما أن تطبق على الأشخاص كل الأشخاص الموجودين في يعني في الإطار الجغرافي أو في داخل الوطن أو المحيط الإقليمي، بالنسبة لي كما قلت لكم أن في إطار مبدأ إقليمية القوانين فمعناه أن كل من يوجد على التراب الوطني فتطبق عليه القواعد القانونية بغض النظر إن كان وطنيا أو أجنبيا، ولكن العكس بالنسبة لمبدأ شخصية القوانين فهذا المبدأ يعني أن الأفراد الملزمين بتطبيق قواعد الوطنية هم الأشخاص الوطنيين والذين يحملون الجنسية الوطنية بغض النظر إن كانوا يوجدون داخل التراب الوطني أو خارجه، بمعنى أن هذين مبدأين يعني متناقضين، ولكن بينت لكم من خلال يعني المحاضرة كيف أن هذا المبدأ يعني لكل مبدأ خصوصيات، وأن الأصل أن كل دولة تأخذ بمبدأ معين ولكن تفتح دائما الباب لاستعمال المبدأ الآخر لأن هناك ضرورات واستثناءات تفرض يعني اعتماد المبدأ الآخر، سواء مبدأ يعني إقليمية القوانين أو مبدأ شخصية القوانين. وبينا أن مثلا القانون الجنائي يعتبر هو المجال الخصب لاستعمال مبدأ إقليمية القوانين لأنه يطبق على كل الأفعال المجرمة من قبل القانون الجنائي والمرتكبة من قبل الأشخاص المتواجدين على التراب الوطني سواء كانوا وطنيين أو أجانب. وبالنسبة لمبدأ شخصية القوانين نجد بأن القانون الذي يطبق فيه مبدأ شخصية القوانين بصفة كبيرة هو القانون الأحوال الشخصية بصفة عامة، فهذا القانون هنا نجد بأنه يطبق فيه يطبق بالنسبة للعلاقات يعني الزواج والطلاق يعني لكل كل الأشخاص المتواجدين داخل التراب الوطني أو خارجه يطبقون قانون أحوالهم الشخصية، وهذا ما يتأكد من خلال يعني العلاقات المبرمة علاقات الزواج المبرمة خارج الإطار يعني خارج الوطن من قبل المغاربة يتواجدون خارج يعني النطاق الترابي الوطني ويعني في إطار إبرام عقودهم يعني يتم تطبيق مبادئ قانون الأسرة. وبالنسبة والعكس صحيح، يعني بالنسبة للأجانب الذين يبرمون يعني عقود زواج داخل المغرب يطبق عليهم قانون وطنهم المتعلق بأحوالهم الشخصية. كذلك تحدثنا يعني ونحن يعني في ختام القسم الأول تحدثنا عن الوسائل أو التفسير ك يعني كوسيلة من وسائل التي يعتمدها يتم اعتمادها لتفسير القاعدة القانونية، ويعني وبينت كذلك أنواعه يعني التفسير التشريعي الذي يعتمد أو يقوم به المشرع يعني الجهة التي أصدرت القاعدة القانونية بنفسها يعني البرلمان أو يعني الجهات المفوض لها القيام بإصدار قاعدة قانونية، وذلك لمحاولة استجلاء كل الغموض الذي يمكن أن يشوب قاعدة من القواعد القانونية والتي أثارت جدلا يعني على المستوى الواقعي سواء أمام المحاكم القضائية أو في إطار النقاشات العلمية والندوات من قبل فقهاء القانون.
وبينا من خلال بطبيعة الحال من خلال هذا المحور تحدثنا عن الوسائل التي يتم اعتمادها لتفسير القاعدة، مثلا كالوسائل الداخلية والمتمثلة في الاستئناس بطريق القياس والاستنتاج من باب أولى والاستنتاج بمفهوم المخالفة. ثم أيضا عرجنا على الوسائل الخارجية والمتمثلة في الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لإصدار قاعدة قانونية معينة، المصادر التاريخية كذلك للتشريع وحكمة المشرع، بحيث يقوم القاضي بالبحث عن قصد المشرع من تشريع هذه القاعدة القانونية ولإصدار حكم في نازلة مطروحة أمامه. كانت هذه بطبيعة الحال مجمل المحاضرات التي قمنا بها خلال هذا السداسي. كان بطبيعة الحال أنه من المنتظر أن نضيف محاضرات أخرى متعلقة بالقسم الثاني من المادة والمتعلقة خاصة بالإطار المفاهيمي للقانون العام وكذا مصادره وفروعه، غير أنه بطبيعة الحال مراعاة للظرفية الحالية التي يعني تمرون بها جميعا، وهي يعني هذه الجائحة ويعني قرب فترة الامتحان إلى غير ذلك، فاعتبرتها محذوفة يعني فأنتم لستم ملزمين بها. كذلك حاولت أن أحذف بعض الأجزاء من هذه المحاضرات السابقة حتى تتمكنون يعني أن تكون لكم فرصة كافية يعني لإعادة الاستماع إلى المحاضرات الصوتية وتفريغها بطبيعة الحال ويعني استخراج محتوياتها. يعني الجزء الذي سوف أقوم يعني حذفه من المقرر، هناك كما قلت لكم القسم المتعلق بالإطار المفاهيمي للقانون العام ومصادره وفروعه، ثم الجزء المتعلق بفروع القانون يعني كلها، وكذلك الجزء المتعلق بتفسير القاعدة القانونية، فأنتم لستم ملزمين بها ولكن أنا حاولت أن أعطيكم كل يعني الإطار العام والشمولي للمادة حتى تتعرفون عليها وتعرفون يعني تتعرفون على معظم يعني المبادئ الأساسية لمواد القانون بصفة عامة، لأن كما تعرفون مادة العلوم القانونية هي المدخل الأساسي لكل المواد، وعليه فأنتم ملزمون فقط بالمحاور التالية. هناك أول شيء ماهية القاعدة القانونية، وهذا بطبيعة الحال التعرف على التأصيل التاريخي للقاعدة القانونية وتعريفها وأيضا يعني خصائصها. ثم هناك تقسيمات القاعدة القانونية يعني بنوعيها، يعني النوعين اللذين درسناهما هما القاعدة القانونية بناء على صفة المخاطبين بها، ثم القاعدة القانونية من حيث مدى الإلزام فيها ومصادر القاعدة القانونية، ثم نطاق تطبيق القاعدة القانونية فقط. هذا هو مقرر هذه السنة وهو يعني الذي سيجرى فيه الامتحان. بالنسبة لتساؤلاتكم حول الطريقة المعتمدة لإجراء الامتحانات مادة مدخل إلى العلوم القانونية، فكما تعرفون أن الطالب في السنة الأولى هو طالب يعني يأتي يعني كصفحة بيضاء لا يعرف شيئا على هذه المواد بصفة عامة وعلى يعني العلوم القانونية بصفة عامة، فبذلك يعني تكون السنة الأولى وخاصة السداسي الأول هي مرحلة للحصول أو على بعض المدارك القانونية وعلى بعض المعارف القانونية بطبيعة الحال واكتساب المبادئ الأولى في التكوين القانوني. لذلك فأنا بالنسبة إلي أرى بأنه لا يمكن أن نعطي للطالب موضوعا للتحرير، خاصة المواضيع المركبة التي تحتاج إلى مقدمة ويعني وعرض ثم الخاتمة إلى غير ذلك، فغالبا الأسئلة التي تطرح يعني بالنسبة للطالب السنة الأولى سداسي أول يعني تكون أسئلة بسيطة سهلة في المتناول،
يعني مستخرجة من محتويات المحاضرات التي يعني يحصل عليها الطالب داخل المدرجات أو حاليا عبر الوسائط التي استعملت لتمكين الطالب من هذه المحاضرات. ف يعني بالنسبة إلي استعملوا نموذج للقسام بهذا الشكل، ربما لا تشاهدونه جيدا ولكن يمكن أن أرسله لكم إن شاء الله، وهذا يبقى بطبيعة الحال كتمرينات يمكنهم أن تتمرنون عليها من خلال استماعكم للمحاضرات. فعبارات يعني فيه عبارة عن الامتحان، فيه محاولة هناك الجواب، ولكن فقط دوركم هو تأكيد ما إن كان هذا الجواب صحيحا أم خطأ. ليس بالمفهوم الكسام المتعارف عليه الكندي، يعني ما كنستعملوش مجموعة من الإجابات والطالب يختار واحد الإجابة معينة، وإنما كنوضعوا إجابة واحدة فقط، الطالب من خلال استماعه واستيعابه للمادة يمكنه أن يجيب إن كان الجواب الذي تم تقديمه إليه صحيحا أم خطأ، أو المعلومة المقدمة إليه صحيحة أم خطأ. فستجدون بأن طبيعة الأسئلة سهلة جدا في متناول الجميع، يا لا تخرج عن مقرر الدرس، دائما تكون في المحتوى المادة التي درسناها، و لا يبقى على الطالب بطبيعة الحال سوى يعني الاستماع بتمعن إلى المحاضرات ومحاولة يعني استيعابها أو تفريغها على شكل يعني في الشكل الورقي من أجل يعني مراجعتها في يعني طيلة فترة يعني التجهيز للامتحان. ولكن كما ستلاحظون من خلال هذه التمارين أو هذا التمرين الذي سوف أمنحكم إياه، سيتبين لكم أن مجرد يعني الاستماع وليس ضروري أن يعني أن يكون الحفظ عن ظهر قلب، فقط الاستماع وبتمعن إلى المحاضرات سيمكنكم من الإجابة عن هذه التساؤلات، وهذا يعني ما يسهل على الطالب، لأننا نعرف الظروف أول شيء، يعني الفترة التي نمر بها هي ليست بفترة سهلة لا عليكم ولا علينا كأساتذة، وأن الإمكانية يعني استيعاب كل المحتويات يعني في ظروف لا يكون فيها الطالب يعني داخل المدرجات ومن أجل يعني طرح تساؤلاته وحصوله على الإجابة عليها يبقى من الأمور الصعبة. فلذلك يعني أرى بأن هذه الطبيعة ديال هذا النوع من التساؤلات يكون سهلا وفي متناول الجميع. بالنسبة بطبيعة الحال يعني أريد أن أذكركم بأنني راه الإشارة في كل يعني الاستقبال وللإجابة على كل التساؤلات المطروحة عبر منصة الكلية. ف يعني إن كانت لديكم تساؤلات في إحدى المحاضرات أو غيرها فلا بأس، فيمكنكم أن يعني أن ترسلوها وسأستقبلها وأعيد طبيعة الحال الإجابة عنها بكل سرور ويعني يعني بكل صدر رحب، فأنا متواجدة لاستقبال هذه التساؤلات والإجابة عنها بطبيعة الحال. وفقط إذا لأنني بطبيعة الحال أنا تحدثت عن مادتي وعن طريقة يعني الامتحان التي استعملها بالنسبة للطلبة السنة الأولى، بالنسبة يعني ربما أنكم يعني قد يطرحوا عليكم بعض الأسئلة المركبة في أثناء الامتحانات من أجل الإجابة عليها، فعندما يكون هناك يعني السؤال المطروح يعني المتعلق بالامتحان عبارة عن سؤال مركب، فيجب أول شيء استخراج الكلمات المفتاح، هذا أمر ضروري، لابد من استخراج أو التسطير على الكلمة المفتاح، ثم البحث عن مضامين السؤال وماذا كان يقصد الأستاذ من طرحه للسؤال للإجابة،
وبطبيعة الحال لابد بعدما يعني نستخرج المضامين السؤال والتسطير على الكلمات المفتاح نقدم للموضوع بطبيعة الحال بمقدمة بسيطة واضحة ونحدد ونضع فيها التصميم أو الذي سوف تعتمدونه في الإجابة عليه عن التساؤل. وفيما بعد بطبيعة الحال نقوم بالإجابة من خلال العناوين التي وضعتموها في التصميم ونختم بخاتمة بسيطة بطبيعة الحال. وأريد أن يعني أن أؤكد عليكم أنه في إطار الإجابات يجب أن تكون إجابات مركزة ولا تكثرون من الحشو. دائما الطالب عندما يرغب يعني أو يضع في يعني أمام سؤال مركب يجب أن يكون حذرا، لأن في بعض الأحيان الطالب يرى فقط مصطلحا معينا ويظن أنه هو الأساس من السؤال ويقوم بسرد العديد من المعلومات تكون ليست هي المطلوبة. دائما نركز على مضمون السؤال كما قلت لكم. إن كان سؤالا مباشرا فهذا أمر هين، يعني لا يحتاج لا إلى مقدمة ولا إلى خاتمة، يعني كيكون عندنا سؤال واضح مثلا بحال عرف القاعدة القانونية فأنتم لستم محتاجين إلى وضع تعريف يعني المقدمة والعارض والخاتمة، فقط تقوم بوضع تعريف محدد إن كان هناك تعريف تشريعي أو كان هناك تعريف فقهي أو يعني تعريف قضائي حسب ما هو لديكم في المقرر. يعني كناخذوا واحد التعريف أو تعريفين وندمجهما ضمن الإجابة فقط. أو مثلا إذا قلت لكم حدد خصائص القاعدة القانونية فلستم مطالبين بذكر كل يعني بتقديم هذا للتقديم لهذا السؤال. الخصائص ستمرون تؤكدون على أن هناك مجموعة من الخصائص يعني تهم القاعدة القانونية، منها مثلا القاعدة أنها قاعدة سلوك، قاعدة اجتماعية، قاعدة غائية. إذا هذا يكون هناك وكتحاولوا أن لكل يعني كل قاعدة تشرحونها شرحا بسيطا يعني مركزا وليس فيه كذلك حشو. بالنسبة للQCM كما قلت لكم فالQCM هنا حسب نوع الQCM بالنسبة إلينا هو عبارة عن تساؤلات فيها إجابات واضحة بخطأ صحيح أم خطأ، ولكن في بعض الأحيان يكون هناك الQCM فيه مجموعة من التساؤلات فيه سؤال ومجموعة من الإجابات وتحددون بطبيعة الحال بوضع علامة X على الجواب الصحيح. وبطبيعة الحال هذا نوع ثاني من الQCM، وبالطبع يعني لكل نوع طريقة للإجابة، وفي كلا الحالتين دائما يجب الانتباه إلى خاصة في الQCM الذي يطرح فيه السؤال وتعطى له مجموعة من الإجابات يجب التأكد والتركيز على بعض المصطلحات التي تكون في السؤال، لأن في بعض الأمر في بعض الأحيان يعني الإجابات الموجودة هي متشابهة ولكن تحديد الإجابة الصحيحة موجود في ضمن السؤال الذي طرح عليكم. دائما كتوجدوا واحد الكلمة المفتاح هي اللي كتحدد لك أين هو الجواب المناسب للسؤال المطروح. ف يعني في نهاية هذا اللقاء التواصلي فأتمنى لكم بطبيعة الحال حظا موفقا وأتمنى أن أراكم إن شاء الله في الدورة الثانية في لقاء مفتوح بمدرجات كلية الحقوق
وبطبيعة الحال نحظى بذلك التفاعل والتواصل المباشر، ونتمكن بطبيعة الحال من وتتمكنون أيضا من يعني التحصيل بالطريقة العادية كما عهدنا مدرجات هذه الكلية، وكيف والتفاعل الذي كان يتم داخل المحاضرات. فلنا جميعا حنين إلى العودة إلى حياتنا العادية. أتمنى لكم حظا موفقا، ولقاؤنا إن شاء الله في لقاء يعني آخر إذا كانت هناك بطبيعة الحال تساؤلات بخصوص المادة. كما قلت لكم فأنا رهن الإشارة ومستعدة أن أجيبكم عن كل التساؤلات، يعني بإما يعني تسجيل صوتي أو عبر تسجيل مرئي كما هو الآن. فأتمنى لكم كما قلت لكم حظا موفقا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.